للسيدة نادين ساندرز من نيويورك معنا، ما زالت معنا على الهواء. سيدة نادين، هل يتوقع أن يصدر أي بيانات تختلف عما سمعناه من البيت الأبيض خلال الفترة الماضية، الساعات والأيام الماضية؟ بالتأكيد دائما هناك بيانات من البيت الأبيض، من وزارة الخارجية، من وزارة الدفاع. متوقع أن تكون هناك بيانات تأكيد على دعم إسرائيل، متوقع أن تكون هناك بيانات تدعو لضبط الأوضاع وعدم تصعيد الموقف، وتدعو إلى الدول الصديقة لكل من الطرفين بأن تقوم بدورها الدبلوماسي والسياسي لضبط الأوضاع. لا تريد الولايات المتحدة تصعيد هذا الوضع الخطير جدا في المنطقة. الانزلاق للحرب هو سهل في هذه الظروف متأزمة أساسا لمدة أشهر، مرت أشهر يعني مريرة في الشرق الأوسط، وانزلاق إلى حرب كبيرة واسعة شاملة هو ليس أمر مستبعد، ولكن أمر لا تسعى إليه أي من الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، ومن المتوقع أن تكون إسرائيل أيضا لا تسعى إلى ذلك. لكن الانزلاق أمر وارد، هذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. ربما نسمع تصريحات تدعو إلى ضبط النفس والتهدئة، وتدعو إلى العمل السياسي الدبلوماسي، تدعو إيران إلى وقف هجومها على إسرائيل. هذا أمر يعني طبيعي، دائما تصلنا هذه البيانات من إدارات متعددة في الحكومة الأمريكية حول هذا الموضوع. سوف بالتأكيد تكون هناك تصريحات للرئيس بايدن، سوف تكون تصريحات لمتحدثين باسم جيش الدفاع بوزارة الدفاع الأمريكية أو باسم وزارة الخارجية. هذه التحركات الدبلوماسية الأمريكية لا أتوقع أنها ستتوقف في هذه اللحظات الحرجة إن لم تزد وتيرتها. يعني من المتوقع أن تكون هناك مساع أكبر مما هو عليه حاليا، ولكن تريد الولايات المتحدة أن تعرف بالضبط ما هي هذه الضربات، وهل سيتم إسقاط كل هذه الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ومجنحة وغيرها، أم أن بعضا منها سوف تضرب أهدافا متوقعة أو غير متوقعة؟ هل ستكون هناك خسائر بشرية؟ هل ستكون هناك خسائر عسكرية؟ كل ذلك سوف يكون في حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيتم من خلالها التفكير بإمكانية الرد أو عدم الرد من أجل عدم تصعيد الموقف. ولكن فيما إذا كان الرد له أبعاد أو أضرار كبيرة لدى إسرائيل، أتوقع أنه من الصعب على الولايات المتحدة أن تضبط الأمور أكثر مما هو عليه إلا بصعوبة بالغة. وهذه أزمة في واقع الحال، هو آخر ما يريده الرئيس بايدن الآن في هذا التوقيت هو اتساع الأمور بهذا الشكل، ليس كذلك سيدة نادين؟ بالتأكيد، لأن هذه الفترة جدا حساسة لدى الولايات المتحدة. أساسا الولايات المتحدة تجنبت لعقود أي حرب في الشرق الأوسط، تجنبت أن تنخرط فيها، خصوصا بعد أن دخولها أفغانستان، ورأينا كيف كان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، كان مفاجئا ومؤلما بكافة أبعاده. من المستبعد أن الولايات المتحدة تريد أن تنخرط في أي حرب في الشرق الأوسط بشكل واسع النطاق، مع إلا أن يكون دعما عسكريا، دعما لحلفائها، دعما استراتيجيا، ولكن أن تعرض جنودها وقواتها للخطر هذا الأمر مستبعد حتى الآن. إنما إسرائيل دائما تنجح في زج الولايات المتحدة في أن تكون حليفة لها في هذه الظروف المتوترة دائما في الشرق الأوسط. فالوضع أساسا متأزم، وتحاول الولايات المتحدة أن تضبط الأوضاع. نحن رأينا الجولات المكوكية المتعددة والمتواكبة والمتواترة من الدبلوماسيين الأمريكيين، من المسؤولين الأمريكيين في الشرق الأوسط منذ بدأت هذه الحرب، حتى أنه كان هناك تساؤلات كبيرة، ماذا فعل هؤلاء الدبلوماسيون؟ ما زالت الحرب مستمرة، ولكن طيب، ما فعله هو أنهم لم تمكنوا من أن لا تنتشر الحرب أو لا تتوسع الحرب خارج رقعة إسرائيل وفلسطين. الآن الموضوع يخرج عن السيطرة حقيقة، ولذلك تستدعي هذه الاجتماعات لدى الولايات المتحدة بأن لا تخرج عن السيطرة، لأنها
في ظرف حساس، حتى خارج هذا الظرف الحساس هي لا تريد ذلك، ولكن أيضا إضافة إلى الوضع بشكل عام الانتخابات الأمريكية وكيفية تأثير أي حرب تطلع فيها الولايات المتحدة أو تنخرط فيها الولايات المتحدة على الشعب الأمريكي، هناك معاناة على المستوى الاقتصادي إلى حد ما في الولايات المتحدة، هناك انطباعات متكررة مختلفة الجوانب بالنسبة لدخولها في حرب أوكرانيا أو انخراطها فيها بشكل من الأشكال، مدها بالسلاح والمعونات المادية مخصصات الكونغرس لهذه لدعم أوكرانيا في هذه المليارات الكبيرة التي تخصصها كذلك الآن لإسرائيل. هناك يعني طيب. دعينا نقول الأمريكيون غير يعني ليسوا مطلوبون تماما بكل ما يحصل. طيب خلينا سيدة سيدة نادين ساندرز اسمحي لي فقط لكي أستطلع آخر التطورات من طهران. السيد صالح